السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد. عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير، ربنا يبارك لكم جميعا. وشكرا للكومنتات الجميلة اللي انا بشوفها، والف شكر على كل واحد مشترك عندي. النهاردة هنعمل روتين مع بعض، فبدأت بالفطار ليا، حطيت شوية رز هوت على لبن وكرنبيتة هوت مخلل، علشان أبدأ يعني إن شاء الله ربنا يعني يتولانا في أيام البرد ديت والأعمال المنزلية. وجيت بعد ما فطرت غسلت باسكات الكمامة ديت وجبتها هنا فوق خالص اهوت على الصبة علشان تنشف، وغسلت كمان الشوزات دي، اديت رمبات عندنا هنا في الفلاحين، لان الارضية بتبقى تراب والدنيا بتشتي بتبقى طينة، فما بينفعش معاها الا الفبر والبلاستيك ده. يعني طبعا الناس بتوع القاهرة واسكندرية يشوفوا الترمبات دي تقول ياي وواو ربنا احنا يوينا على اللي احنا فيه، يعني عيشة ناشفة، عيشة جيش. شايف البيادة بتاعت الجيش اهو احنا عندنا كده في الفلاحين كده في ايام الشتاء، يعني الله المستعان. بحت الاصوات ونهيت القلوب للناس المسؤولين، ما فيش حد سائل فينا، بيعملونا على اننا ناس درجة تالتة، ما فيش صرف صحي، والله المستعان. يعني حتى نبهم زي الناس اللي بيعيبوا علينا دول، بس هو الحمد لله ربنا يجرنا على العيشة ديت. هو بالرغم ان الدنيا السماء برضو هي مغيمة، بس انا جبتهم هنا هوت يعني علشان برضو الهواء يعني يجي فيهم شوية نشف. يلا الحمد لله، عسى الله ان يأتي بأمر ليس لنا فيه ارتقاء. وبعدين هاجي على المواعين، اهم حاجة المواعين لما تكون مغسولة في المطبخ يكون المطبخ رايق كويس. كنت بحكيهم يعني كده بشطفهم، يعني دهكة بعضهم كده. أهم حاجة في المطبخ إن تكون المواعين كلها مغسولة، تكون نظيفة، الواحد يعرف يشتغل يعمل أي حاجة. بعد كده مدورة السخان عشان يسخن الميه عشان الدنيا برد، وبرده الميه السخنه بتشيل الدهون وبتساعد في التنظيف شويه. الواحد يتكك مش يشطف كده ويعمل كده مكان الصابون السائل، لان الصابون السائل بيبقى فيه حاجات مش كويسه، يعني برده من ضمن الامراض اللي واجهتوها مش كويسه دي سببها الصابون السائل. يعني في ناس يقولوا لو احنا بنشرب الصابون السائل، لا بيكون متصق في الاناء، فالواحد لازم يتكه كده ويحط شويه خل على الصابون السائل بيمنع الالتصاق ده. وجيت هنا طلعت هو ده توم، حطاه من الصبح بدري في الميه عشان عاوز اعمل والجاسه ديت، وده كزبره خضرة هيت عاملاها عشان هعمل والجاس. انا بحط التوم في ميه علشان يكون سهل التكشير بتاعه، يعني بعد يعني قبل ما الواحد يقشر كده مد. نشرت شويه التوم اهمت، دول رستو ودول ما اخدتش الخضره كلها، هي اتخدت يعني ثلاث ارباعها، هخرطها الاول. انا خرطت اهوت الكزبره، يعني مش تخريط يعني ناعم خالص، لان حفرمها هي والتوم حطيتها على التوم اهوت. ما فيش سلج، يعني الواحد ما عنديش سلج مش مشكلة ان الواحد يحجم نفسه. التوم مع الكزبرة الخضرة بيدي نكهة حلوة وريحة حلوة للجلجاس. وهاخد الجلجاسية الحلوة ديت هقشرها، انا حتى الصينية دي بحط فيها الفضلات يعني اللي بتطلع، بعمل لها قاعدة كده وبعدين ايه بقشرها كده.
السكينة الصغيرة ما ريحتنيش، جبت واحدة كبيرة شوية اهي. بعد ما قشرتها هي خرطتها قطع كده، عملتها هي قطع كبيرة كده، وبعدين هعملها مكعبات، مكعبات يعني لا كبيرة ولا صغيرة. بعملها بحطها في البولة هنا على جنب، واخد التانية اعملها. والجز ده سبحان الله بيشيل القشر اللي بيبقى في الشعر، عشان بيقطع في الشتاء، الناس بتستحم على طول وتغسل راسها في ايام الصيف، في الشتاء بتغيب شويه، فالجز ده بيعالج بيشيل القشر اللي بيبقى في الشعر. بس هو علاج القشر ده لان الواحد يغسل شعره بس ايام الشتاء، يعني الناس ايه ما بتغسلش على طول زي في الصيف. سبحان الله ربنا بيكتر الجز ده علشان حاجات ربنا اللي أضرب بعباده. وحاجة هغسله تحت الحنفية هنا اهو، يعني في ناس ما بغسلوش الولداس، أنا لازم أغسله، يعني في ناس يمسحوه بمناديل المطبخ كده، لا أنا ما أعرفش أعمل الكلام ده، لازم أغسله مكان الأيادي والفلوس واللي شاري واللي بايع، فلازم أغسله كده أنضفه. واتك عليه كمان في الغسيل. واصفيه كمان اهو في المصفى تحت الخلاط، واسيب الميه نازله عليه كده. كده الواحد يطمن كده نفسيه ان هو نظيف. جيت انا حطيت الحلة على النار اهوت، بسخنها الاول كده، خليها تنشف من المية، هي كانت نظيفة بس لازم اشطفها تاني، بس الواحد موسوس شوية من ناحية النظافة كده. دي حتة الدهنة اللي حطيتها هي، وحتة السمنة برضه حطها هي، وبعدين انا كنت فرمت اهوت الكزبرة الخضراء مع التوم، حطهم اهو. بحمرهم كده، خلوهم ادبلهم كده في الدهنة ديت والسمنة. شايفين كده اهو، الحلة سخنة. فضلت اجلب فيها لحد ما دبلت خالص اهي، هحط عليها الجلجاز اهو، برضه افضل اجلب كده لحد ما اشوحه برضه في الكزبرة ديت والدهنة ديت والثوم. وبعدين غطيته يا دوبك بالمية اهو، هحط عليه الورق لورو ده، وهحط عليه شعرة شطة صغيرة كده اهو، وهحط عليه شعرة سكر برضو. السكر ده هو عامل زي اللحمة، تسرع السوى بتاعه شوية، مش هحط ملح دلوقتي خالص،
لما يستوي احط فيه شوية ملح ويفضل يعني ياخد ويدي كده في الملح لما يشرب ملح، وبعدين ابقى اطفي عليه كده. غطيت عليها اهو، بس اسيب الحلة مواربة كده لان هو بيفور. اهي كده استوت اهيت ما شاء الله، الريحة طالعة في البيت حاجة يعني تحفة. احنا عندنا انا بغرفه في يعني ديت مجات شوربه، هي بغرفه كده يعني بيبقى زي حساء كده، يعني كل واحد يتناوله كده على حده من غير اكل ولا حاجه، لان بيدي طاقه في ايام البرد ده هي. واخيرا دمتم في امان الله. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.